دولة قطر أصلا اللي هي سبب شهرتها قناة يعني أو قناة عملت دولة معتمدة على القناة وكأن القناة مش تبعها، وهي تصريحاتها الرسمية اللي تؤخذ عليها تصريحات كلها يعني ممكن تغسل إيديها من كل الدم اللي موجود ومن كل الجرائم اللي بترتكب، لأنها هي ما عملتش حاجة، هي ما تمسكتش بحاجة، في حين من تحت الترابيزة بتمول بمليارات. هذه المؤامرة دي هي اللي بتمولها كاملة، مش في مصر بس، في ليبيا وفي سوريا بتمول، وفي ذات الوقت لها ذراع إعلامية محترفين فيها، ناس يعني لعلهم على فكرة مصريين، معظمهم مصريين يعني للأسف. للأسف يعني مصريين اسما بس، لا اللي تعال يعني بتكلم اللي علموهم، اللي علموهم، انا بتكلم انا قصدي اللي بيشتغلوا فيهم بيشتغل. كمان لا انا بتكلم على تجربة الجزيرة نفسها. تجربة يعني لو حطيتيها في خانة، هي خانة، هي خانة مصرية يعني. اللي علموا المهنيين بتوع الجزيرة كانوا مصريين، كان معظمهم مصريين، فمحترفين، متعلمين كويس قوي، عارفين فنون الصورة، عارفين كيف تؤثر في وجدان المشاهد، كيف تؤثر في عقله، كيف تصنع يعني التأثير الأكبر. فبيشتغلوا بحرفنة شديدة جدا وبحرفية شديدة جدا وناجحين جدا على فكرة يعني. لكن أنا مش قلقان على الشعب المصري، إن الشعب المصري خلاص انصرف عنهم تماما طبعا، ما عادش يفرق معاه ما يقولوه جملة وتفصيلا يعني. زمان من سنوات كان الجزيرة لها تأثير لأنها كان لها مصداقية. دلوقتي انا مش قلقان، دلوقتي في ناس بيكلموهم يتسلوا عليهم كمان بالظبط. فانا ما عنديش قلق من ما تصنعه الجزيره ولا ما تصنعه من يعني احنا بتصور ان احنا ما نقعدش نتكلم على ماذا يصنعوه، احنا نتكلم زي بالظبط كده لما يجي فيلم. بس في حاجه مهمه ان هم عندهم جزيره انترناشونال اللي هي يعني طبعا باللغه الانجليزيه هايله. طيب. وللاسف بينقل عنهم للعالم او الاعلام الغربي صوره مصر والعالم العربي. طيب خليكي شاطره بقى واعملي انت قناه. ما ده اللي بقوله، ما احنا يعني محتاجين برضو ده. ما انا عايز اقول ان انا مش هقعد لما ما يصنع فيلم مثلا مسيء للرسول عليه الصلاه والسلام، مسيء للأديان، مسيء للذات الإلهية، نقعد هنا نندب ونصور يا جماعة ببساطة، اعمل فيلم قصاده، هات رأس المال ده بدل ما تستخدمه في تدعيم اقتصاديات دول أخرى، اصنع بيه مادة تؤثر في وجدان العالم طبعا. تشرح بيه قضيتك، القضية حتى القضية الفلسطينية. بكلمك على الثوابت الدينية، الثوابت الوطنية زي قضية فلسطين. احنا ليه فاشلين في قضية فلسطين؟ بديين يا دوبك ننجح في الرأي العام العالمي، ان اسرائيل قادره تقنع العالم كله ان قضيتها قضيه حق، وان احنا اللي متجنيين عليها، وان احنا الوحوش اللي محيطينها من كل جانب وكل شويه عين نضربها، ان هم هدفهم السلام والاستقرار. انا مهمتي كقوه ناعمه بقى، عودا الى بدء يعني زي ما انت كنت بتقولي في مقدمه كلامك لو بتكلمي عن القوه الناعمه، هنا بقى فين قواك الناعمه؟ ادعم القوه الناعمه دي وخليها تيجي تعمل افلام تتكلم على القضيه الفلسطينيه، افلام تتكلم على الحضاره الاسلاميه. اللي بيكلمونا على ان احنا ديننا ارهابي، طب انا مش هقعد اقول لهم انا مش ارهابي، انا مش ارهابي، انا مش ارهابي. مش هيقتنع، هو شايف الذبح قدامه وشايف ان دول هم المسلمين. العالم الغربي، انا بكلمك على العالم الغربي، هتقضيه ازاي؟ ان انت تقدري تعملي منتج ثقافي قدم له الرساله المضاده، اقدم له الرساله الحقيقيه. اما اجي اعمل تجربه العدل العمري، العداله الاجتماعيه في الاسلام مثلا، تجربه عمر بن الخطاب، واقدمها للعالم واوري لهم نماذج العدل بلغتهم بقى، الرئيس او الملك الذي عدل فنام فامن فنام فنام فننت يا عمر. يعني راجل حكم من درجه عدله نام تحت شجره. لما اوريهم هذه التجربه وعدالتها المطلقه دي اللي ما حصلتش في اي تجربه انسانيه في العالم، مش تجربه قدسيه. انت عارف دي هنا الكلام اللي يخلينا اقول ان احنا اللي مهدرين طاقتنا. اما تيجي الجزيره تبقى قناه عالميه، هل اذا انا ليه قلت لك المصريين هم اللي علموهم؟ يعني احنا نمتلك الكفاءات. ازاي احنا مش عارفين نعمل قناه تواجه هذه الافتراءات، قناه حقيقيه تبقى معتد بها برضو في العالم، تبقى ماركه مسجله كده بتاعتنا، الناس كلها تستقبل الاخبار منها، ونبقى مهنيين جدا. فما انا مش عايز اقعد اندب طول الوقت على ان الجزيره بتهاجم الافلام، بتعمل افلام مسيئه للاسلام، الغرب بيتكلم. انت فكرتني يعني بالرئيس، وهو يعني حتى لما كان قدامه في الاستاد مدام يسرى واستاذ احمد السقا، وقال لهم يعني هتتحاسب، هو بيتكلم طبعا عن اهميه الفن والفنانين، طبعا انه طبعا انه
يعني بيأكد على دور القوى الناعمة. بس خدي بالك من حاجة، دور القوى الناعمة من غير دعم ما تقدريش تعملي حاجة.